السلام عليكم. اتسعت رقعة الاغتيالات في محافظة تعز باتجاه استهداف العاملين في المنظمات الدولية، حيث قتل اللبناني حنا لحود الموظف في الصليب الأحمر الدولي نتيجة إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة اللجنة في منطقة الضباب بتعز، ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل عن الجهة التي قامت بعملية الاغتيال. وقد أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استهداف أحد موظفيها، وقالت اللجنة في بيان لها إن فريقها كان في طريقه لزيارة أحد السجون، معتبرة أن الحادثة لا يمكن تبريرها بأي سبب كان. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: استهداف المنظمات الدولية والآثار السلبية على تعز، ومن يقف وراء عمليات الاغتيال في المناطق المحررة. تنتقل عمليات الاغتيال في تعز إلى مستوى خطير بعد مقتل موظف الصليب الأحمر، وهي الاغتيالات التي بدأت باستهداف رجال أمن وخطيب العيسائي الموالين للشرعية، ويرى مراقبون أن تعز تعيش نوعا جديدا من الحصار، حيث يعتقد أن الحادثة الأخيرة يراد منها تخويف المنظمات الدولية من التفكير بالاستقرار في تعز، بينما يرى آخرون أن الأمر يأتي ضمن سياق جعل المناطق المحررة بيئة غير آمنة للمنظمات الدولية، وأن الهدف الحقيقي من كل ما يحدث هو إضعاف الشرعية. قبل النقاش نتابع التقرير. أنجزت المهمة وحصدت فرق الموت المأجورة في تعز ضحية جديدة. هذه المرة كان فريق البعثة الدولية للصليب الأحمر هو الهدف. قتل حنا لحود لبناني الجنسية برصاص مسلحين مجهولين غرب المدينة. ضحية جديدة إذن وضعت في دائرة الاستهداف، والمشهد يقول الكثير. وإذا ما جرى الحديث عن محافظة تعز تبرز الحالة الأمنية، حيث لا يكون الأمن مجرد أحاديث إعلامية، فالإسهاب عن التحرير وإحكام القبضة الأمنية لا أثر له. تقول الشواهد الكثيرة هنا في تعز، وإن كانت المدينة ستغرق في مستنقع الفوضى أكثر فلا داعي للتحرير إذن، فذاك بات مدعاة للسخرية، خصوصا وأن الحادثة وقعت في مربع يخضع لسيطرة جيش الشرعية الوطني. ما تقوله هذه الحادثة الإرهابية أيضا ليست فرق الإغاثة وحدها المستهدف هنا، بل وآلاف المعوزين والنازحين، فما حدث في الضباب سيكون له بالغ الأثر في المحافظة كلها، حيث يدفع بالمخاوف لدى العاملين في المنظمات الإنسانية إلى أقصاها في ظل اتساع دائرة القلق من أخذ الأوضاع منحا آخرا بين الأطراف المتحالفة والمتصارعة. التحالف العربي بالنسبة له بحاجة لكسب المعركة في تعز، لكنه أيضا لا يريدها إلا وفق مخططاته هو وإقصاء من يتصورهم خصوما، على الأقل ليسوا شركاء. يجري الحديث في هذا الشأن بعد أن سرت معلومات عن نية التحالف الدخول في عملية تحرير تعز بشكل جدي، لكن ثمة من يرى أن التحالف سيغرق أكثر إن استمر في تفصيل الاستراتيجيات بعيدة المدى وفق تفكيره القاصر. وبعد 3 سنوات من التجارب في خوض الحرب في تعز والعودة إلى محاولة إعادة صياغة المشهد، يعمل على إضعاف الأجهزة الأمنية وإفراغها، ما قد يسمح لبعض الجماعات بملئه بقوة نيرانها وتخفيها. تواصل الأيادي الآثمة حصد أهدافها في تعز، تعز التي تبدو على موعد مع فصل جديد من التأزم سياسيا وعسكريا. تبدأ مؤخرا فيها عمليات تصفية واغتيالات ممنهجة معلنة، لكن ما هي العمليات الخفية التي لم تشهدها تعز قبل الآن؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز. مرحبا بك نقيب أسامة. مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله مساءكم بكل خير أخي العزيز. أهلا بك نقيب أسامة. في البداية تفاصيل ما جرى اليوم لموظف الصليب الأحمر الذي انتهى باغتياله في الضباب بتعز. والله هذا حادث مؤسف، وتعز كلها بكل أطيافها متعلمة لهذا الحادث ومتفاعلة معه. عمل غادر وجبان يستهدف تعز، يستهدف تنميتها وبنائها، يستهدف تشويه صورتها، يستهدف عرقلة جهود إعادة البناء وتطبيع الحياة. نعم، فقط التفاصيل أنا لم أسمع نقيب أسامة، تفاصيل ما الحادثة بالضبط؟ الحادثة هي تمت عبر يعني
أشخاص مذهولين تقطعوا لهم في الطريق خارج المدينة. ويعني أردوا الأخ لحود قتيلا. نعم. طيب الآن في هذه المنطقة هل كان هناك يعني كما يعني سمعنا وكتب الكثير بأنها تقع بين نقطتين أمنيتين، هل يعني يعقل أن تنفذ عمليات اغتيال في مناطق هي تحت سيطرة الأمن وتتواجد فيها؟ هي يعني نقطتين تابعة للجيش، ونحن شاهدنا قبل يومين قرار الأخ محافظ المحافظة باعتماد وتثبيت نقاط معينة. يعني هذه يعني جاءت رسالة ربما لها يعني ردة فعل لهذا التحرك. يوجد نقطتين للجيش، لكن في إشكالية في قضية الاتصال والتواصل العملياتي غير مرتبطة بالأجهزة الأمنية. تلقت الأجهزة الأمنية البلاء فور الواقعة وباشرت إجراء التحقيق والتحليات. نعم. طيب نقيب أسامة، اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن الأستاذ عدنان حزام. مساء الخير. مرحبا بك. بداية نعزيكم في استشهاد لحود، ولو وضعتنا بصورة ما هي المهمة التي كان ذاهب إليها لحود وطاقمكم. نشكر كل طاقمنا وأعزنا في مصابنا. كان زميلنا في تلقي مع مجموعة من الزملاء لزيارة أحد السجون، وفي الطريق ضد إطلاق نار من داخل تقتل زميلنا. هذه الأفعال تأثر بشكل كبير على مهمة الإنسانية. كان الرجل يعني يقوم بتقديم أو بأداء دوره الإنساني المنطقة من خلال عمله في ما يخص دروس المحتجبين. للأسف الشديد حدث ما حدث، وهذا نعتبره ضريبة من ضريبية المنظمات الإنسانية من أجل أن تساهم من تخفيف معاناة اليمنيين. نعم. طيب أستاذ عدنان، أنتم الآن كمنظمة في الصليب الأحمر من تحملون المسؤولية، وهل لديكم أي معلومات من يقف وراء هذه العملية؟ حتى اللحظة لا يوجد لدينا معلومات من يقف وراء هذا العمل الإجرامي. نحاول من خلال تواصلنا مع جميع الأطراف والسلطات كذلك لمعرفة المزيد عن لبسة الحادث وكذلك دوافعه. نتمنى أن يكون لدينا رد على هذا السؤال في أقرب وقت. نعم. هل تلقيتم أستاذ عدنان أو طاقمكم أي تهديدات قبل هذه الحادثة؟ نحن في اللجنة الدولية الصليب الأحمر نحاول من خلال تواصلنا مع جميع الأطراف تأمين حركة زملائنا في الميدان من خلال حديثنا المباشر وكذلك الثنائي مع تلك الأطراف لأجل تفاهم عمل الإنساني. لم نتلقى أي تهديدات، ولكن في العمل الإنساني نواجه صعوبات وخاصة ما يخص الجانب الأمني. نعم. طيب ابقى معي أستاذ عدنان، أعود للنقيب أسامة الشرعبي. أستاذ أسامة أو نقيب أسامة، الإجراءات التي قمتم بها عقب اغتيال موظف الصليب الأحمر ما هي؟ الإجراءات مثل ما قلت لك نزلت الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة وباشرت إجراءات التحقيق والتحريات. من جهتها اللجنة الأمنية أيضا عقدت اجتماعا طارئا انتهى قبل دقائق مع برئاسة الأخ محافظ المحافظة يعني لتدارس الحل والوصول إلى البناء وضبطهم إن شاء الله. ما الذي خرجتم بهذا الاجتماع أو ما هي الإجراءات التي أقريتمها مع محافظة المحافظة واللجنة الأمنية؟ ماذا قررها الاجتماع غير معلنة عليه الآن. نعم. طيب نقيب أسامة، يبدو أن إجابتك كلها مختصرة تدل على يعني ربما علامات استفهام وعدم وجود أي إجابات واضحة بالنسبة لكم كجهات أمنية، ما أدري لماذا.
طيب نقيب أسامة ابقى مع. نعم يا أخي العزيز، الوضع كارثي وأصابنا بصدمة فعلا يعني، وإجراءاتنا هي لابد يعني كلامنا وتصريحنا بوسائل الإعلام لابد أن يكون نوعا ما فيه من سرية المعلومات والإجراءات لصالح إجراءات التحقيق. بالتأكيد، لكن نحن يعني كجهات إعلامية أو كمتابعين وكصحفيين وأيضا الناس في تعز والجميع بعد الحادثة التي يعني استهدفت إمام مسجد أو خطيب مسجد العيسائي، وبعد الاغتيالات التي طالت رجال الأمن واجتماعكم بالمحافظ واللجنة الأمنية، ظن الجميع بأنها ربما تكون آخر عملية اغتيال وستكون هناك إجراءات صارمة ضد هذه العمليات، لكنها تعود بصورة وربما تستهدف هذه المرة يعني من يقدمون العون والإغاثة لتعز. والله هذا عمل مؤسف وجبان. طبعا تأتي عملية الاغتيال هذه، يجب أن نعرف أنه بعد إغلاق المكتب الصليب الأحمر في نطاق سيطرة وتجهيز المقر في نطاق سيطرة الشرعية داخل المدينة بيوم، يعني أعلن يوم أمس إغلاق المقر في ثوبان وتجهيز وبدء العمل بالمقر الرسمي هنا داخل المدينة، لكن حدث هذا الحدث المؤسف ليؤثر ويعرقل مسيرة إعادة تطبيع الحياة في محافظة تعز. نعم. طيب ابقى معي نقيب أسامة، ونشرك معنا في الحديث الدكتور الدميني. مرحبا بك دكتور أحمد، نائب رئيس مستشفى الثورة العام في تعز. أهلا بك دكتور أحمد. أنتم كيعني جهات طبية وكمسؤولين على المستشفيات في تعز، اليوم اغتال أحد يعني أعضاء الهيئات التي تدعمكم وهي الصليب الأحمر التي تقف بجانبكم وتقدم لكم العون، ماذا يعني هذا؟ نعم بالفعل. نعم على فاج دكتور أحمد، بالنسبة لدعم المنظمات المساعدات التي تتلقاها المستشفيات من هذه المنظمات، الجميع يعرف أن مركز الأطراف الصناعية في هيئة مستشفى الثورة يدعم من الصليب الأحمر الدولي. لم يقتصر أيضا دعم الصليب الأحمر على الدعم الصحي فقط، هناك مساعدات إنسانية عن طريق الهلال الأحمر اليمني، وهناك عمل إغاثي يستهدف النازحين، وهناك لهم أنشطة ومشاريع لخدمة أبناء المدينة. مثل هذه الانتهاكات ومثل هذه الحوادث ومثل هذه التصرفات المؤسفة، هذه لا يستهدف منها فقط المنظمات أو الجهات الداعمة أو المانحين، المستهدف منها أبناء تعز. المتضرر من هذه الأعمال هم أبناء تعز. الحقيقة أن هذه المنظمات يعني إذا انسحبت المتضرر هم أبناء تعز. لدينا دعم للمستشفيات للجوانب المساعدات الإغاثية لأبناء المدينة، وكان هناك من قبل مشاكل أمنية مع هذه المنظمات ولكن لم تحل هذه المشاكل. أعتقد أن هي تراكمات لعدم حل هذه المشكلات. أخي هل تسمعوني الآن؟ نعم نعم نسمعك دكتور أحمد نسمعك، لكن كما تعلم دكتور أحمد ربما النقطة الأخطر الآن أن يعني كان في السابق مثل ما تحدثت وأيضا تحدث معنا الكثير، هناك معوقات لعمل هذه اللجان او اعاقتها او عدم دخول هذه المعونات الى تعز، لكن هذه المره يتم استهداف عاملي هذه المنظمات. نعم نعم، الكارثه ان هذه الحادثه حصلت داخل المدينه والتي كان الاحرى بالجهات الامنيه توفر الحمايه على الاقل حتى في النقاط العسكريه، ولكن للاسف هذه الحادثة عادت الذاكرة إلى حادثة اغتيال المدرس الأمريكي في 2012، في مارس 2012 الجميع يتذكر حادثة اغتيال المدرس الأمريكي جويل أشروم. يعني كان
حادثه بشعه هزت مدينه تعز كتم اليوم، شعرنا بنفس الشعور الذي احسسنا به ذاك اليوم عندما اغتيل المدرس الامريكي. وحتى الان لا يوجد اي نتائج للتحقيقات لذلك الاغتيال، ونحن نخاف ان يتم التعامل مع تلك القضيه الان نفس التعامل مع تلك القضيه الوضع الامني او الملف الامني بشكل عام للكوادر الطبيه يجب ان يعطى اولويه. نحن نعاني بشكل يومي داخل المستشفيات من انفلات السلاح، نعاني من دخول المسلحين، نرفع المذكرات تلو المذكرات، نرفع الشكاوي، نرفع يعني التقارير ترفع ايضا عن الاختلالات الامنيه، ولكن حتى الان لا يوجد اي جديه بحل هذه المشكلات. يعني نعم. انتم طيب. ايضا على اطلاع بما حدث قبل اسابيع من اختطاف احد الاطباء من داخل من جنب المستشفى. نعم. وكان هناك ردة فعل للاطباء، وبعدها ايضا كان هناك مشكله اخرى. يعني دائما تتكرر هذه المشاكل دون وجود اي حل جذري لحماية. طيب دكتور أحمد، نعم وضحت هذه الجزئية، يعني سأنقل نعم وضحت هذه الجزئية دكتور، سأنقلها إلى النقيب أسامة، ولكن بعد أن أعود للأستاذ عدنان حزام من صنعاء. أستاذ عدنان، كان إذن اليوم ربما هو افتتاح يعني فرع لكم في تعز في مناطق الشرعية بعد أن كان المكتب في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، هل هذه الحادثة ستؤثر على فتح المكتب؟ ستوقفون المكتب أم أن المكتب سيواصل مهامه من هذه الأماكن؟ اللجنة الأولى للصليب الأحمر لديها بعثة الفرعية في تعز، وكان هناك خطوات من خلال زيارة المدينة، وأثمرت هذه الزيارات عن ما نقوم به خلال السنتين الماضيتين أو 3 سنوات الماضية من خلال تقديم العون الانساني للمتضررين في المجال الاغاثي او المياه، وخاصه وكذلك ما يخص المحتجزين. نحن نامل ان تتكشف ملابسه هذا الحادث وهذه الجريمه لكي يكون لدينا صوره واضحه لما سيكون من كرد فعل من اللجنه الدوليه للصليب الاحمر لعملياتها، ليس فقط على مستوى تعز ولكن اليمن بشكل عام. نعم. طيب أستاذ عدنان، البعض يقول بأن طواقمكم تتحرك دون تأمين حركتها أو على الأقل التنسيق مع الجهات الأمنية ليكون هناك مرافقون لهذه الوفود التي تصل وتزور مناطق الاشتباكات والتي حياتهم فيها في خطر. أخي الكريم، نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نتبنى سياسة عدم المرافقة الأمنية، وما يحمينا هو قبول الناس وكذلك تقبل الأطراف في عملنا الإنساني وكذلك حياديتنا، فلا نقبل أن يكون هناك مرافقة أمنية كون ذلك سيضر بحياديتنا وكذلك عملنا الإنساني. وخلال الفترة الماضية شاهدنا بعض الحوادث سواء قبل عامين في مدينة عمران والآن نشهدها في تعز، وهذه نتائج للأسف الشديد تقوض العمل الانساني كون ذلك سيؤثر بشكل كبير على تحركاتنا سواء نحن في اللجنه الدوليه للصليب الاحمر او اي منظمات اخرى. نعم. هل انتم تحرصون استاذ عدنان، تحرصون انتم في اللجنه الدوليه للصليب الاحمر او المنظمات العامله بشكل عام عندما تذهبون الى هذه المناطق التي فيها خطر على حياتكم، تنسقون مع جهات امنيه يتم ترتيب حمايه لكم؟ نعم. ام تذهبون من دون اي حمايه؟ لا نذهب بحماية كما قلت لك، نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسلوب عملنا لا نذهب إلى الميزان بحماية كون ذلك سيؤثر على حياديتنا. فاليوم إذا بدأنا بحماية أمنية في مدينة ما سيكون ذلك له أثر سلبي على حياديتنا في المدن الأخرى. فلا الإنسانية وعملنا الذي نقوم به دون مرافقة أمنية، ولكن نخطر جميع الأطراف وجميع السلطات بتحركاتنا. نعم. طيب نقيب أسامة الشرعبي، ألا يتوجب عليكم الآن يعني كجهات أمنية ما دام هذه المنظمات هي سياستها بأن تذهب إلى هذه الأماكن لإغاثة الناس ودعم الناس، ألا يتوجب عليكم أن تكونوا حريصين وتوفرون لهم الحماية الكاملة حتى لا تقعوا في يعني اختلالات أمنية أخرى ويقتل ناس آخرون مثل ما حدث اليوم في الضباب بتعز؟ هذا يفترض ان يكون
المسلمين فيه قبل ان عند دخول الوفد وتنقله في بعض مناطق المدينه، تواصل معنا ووفرنا لهم الحمايه للتنقل والتحرك. وقد اشعرنا هذه المنظمات من قبل انه الوضع استثنائي في المحافظه، الأجهزة ما زالت غير قادرة على القيام بواجبها بشكل كامل. يعني في مثل أي كان يفترض التنسيق معنا بكل خطوة وتحركات لهذه المنظمة، للأسف لم يصلنا أي بلغ وتنسيق معنا حول التحركات الأخيرة اللي حصلت اليوم، ولذلك تحرك الوفد بدون أي حماية أمنية. مع أنه قلت لك عند دخولهم قبل أيام وفرنا لهم حماية أمنية للتنقل في مناطق عدة في داخل المدينة. نعم. بسلام. هناك مشكلة في قضية التنسيق ويجب على لها وأن تنسق وتراعي مرحلة المدينة الاستثنائية، وأيضا يعني ضعف البنية للأجهزة الأمنية وعدم اكتمالها. هذا يعني يوجد ثغرة لوقوع اختلالات أمنية ونحن نعاني منها كثيرا. نحن في مرحلة إعادة بناء وإعادة تأهيل هذه الأجهزة، نعاني كثيرا. نعم. طيب، أشكرك جزيل الشكر النقيب أسامة شرعبي المتحدث باسم شرطة تعز، وأعود أيضا إلى الدكتور أحمد الدميني نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة في تعز. دكتور أحمد، الآن أنتم كيعني جهات مستفيدين من هذه المنظمات، هل سيكون لديكم أي تحرك للضغط على الجهات المختصة لضغط شعبي من أجل يعني الحفاظ على سلامة من يقومون بإغاثة تعز؟ نعم، الحقيقة أن الملف الأمني ليس جديد. نحن لدينا تواصل مع الأجهزة الأمنية لنطلعهم على المستجدات بشكل يومي. بالنسبة لإمكانيات الأمن هي العائق تقريبا الرئيسي. نعم. انضباط لبعض الفصائل بالنسبة للتجول بالسلاح، وهذا بسبب حتى هناك تقصير من بعض القيادات بإلزام هؤلاء الأفراد بعدم التجول بالسلاح، خاصة داخل المستشفيات وداخل المرافق الحكومية. نحن هنا نؤكد على أن تكون المستشفيات والمرافق الحكومية خالية تماما من السلاح، خالية من الأطقم العسكرية. هذه يعني تثير التخوف لدى المنظمات. المنظمات شرطها الأساس أن تدعم أماكن وأقسام ومستشفيات خالية تماما من السلاح، وهذا دائما ما ننبه إليه الأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية باستمرار. نحن أيضا نتمنى من الإخوة في المنظمات الأجنبية أن يتفهموا الوضع الذي تمر به المحافظة. المحافظة الآن في نعم خطوات متقدمة، خطوات يقوم بها لتعزيز الأمن داخل المدينة، وأتمنى أن لا تكون هذه الحادثة يعني أو تؤثر على الداء الذي يمنح للمدينة على كل المستويات. شكرا، شكرا جزيلا لك رئيس نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة العام في تعز الدكتور أحمد الدميني. وعودة أخيرة إلى المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن الأستاذ عدنان حزام. أستاذ عدنان، سؤال أخير فقط، الكثير يقول بأن استهدافكم من قبل يعني العناصر الإرهابية واغتيال موظفيكم العاملين في الميدان هي رسائل من أجل أن توقفوا أعمالكم التي تغيثون فيها الناس. ردة الفعل بالنسبة لكم، هل ستستمرون أم ربما هذه العمليات ستعيق عملكم ولن تواصلوا هذه الأعمال الإغاثية؟ احنا في اللجنة الصليب الأحمر أولوياتنا هي تقديم المساعدة الإنسانية وخاصة أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأستاذ عدنان حزام، كنت معنا من صنعاء. والشكر أيضا للمتحدث باسم شرطة تعز النقيب أسامة الشرعبي، وكذلك لنائب رئيس هيئة مستشفى الثورة
في تعز الدكتور أحمد الدميني. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.